أسعد الله أيامكم بكل خير. نلتقي مرة أخرى في درسنا عبر الفيديو لمادة اللغة العربية للصف الرابع تحت الموضوع أحب مدرستي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله في هذه المرة سنتعلم عن الأماكن في مدرستنا تحت العنوان أحب مدرستي. قبل ذلك هيا نغني أولا. إدارة، إدارة. قاعة، قاعة. فناء، فناء. حديقة، حديقة. مطعم، مطعم. مختبر الكمبيوتر، مختبر الكمبيوتر. حمام، حمام.
فصل فصل مصلى مصلى مكتبة مكتبة غرفة المعلمين غرفة المعلمين دكان المدرسة دكان المدرسة ملعب ملعب غرفة المدير غرفة المدير معمل العلوم معمل العلوم